بتاع الجزائر في هذه الفترة قلنا بأنه كان سيدة للبحر المتوسط، خلينا نقول بأنه الولايات المتحدة كانت مضطرة لدفع غرامة سنوية تقدر بمليون دولار. ماشي فقط الولايات المتحدة الأمريكية، ماشي فقط كل الدول يعني كل الدول يتمر على البحر المتوسط. صح، علشان يقول لك الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة كسرت في نهاية الـ القانون، يعني القانون هذا اللي كان سائد باستحداث أسطول قوي اللي هو الأسطول الأمريكي، اللي يعني كان الهدف تاعه أنه توقيف سيطرة الرئيس حميدو على البحر المتوسط. هذه من جهة. الجزائر بعد سقوط الأندلس كان 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 لها تغيير إن صح القول، أو تغيير لموازين القوى، لأن الجزائر كانت ما بين ظرفين مهمين، يا إما التصدي أو الخضوع إلى الإمبراطورية الإسبانية، والهجمات الإسبانية معروفة على الجزائر، تذكر منها عام 1541 الإكسبيديسيون دو شارلوكان اللي كانت قوية جدا على مدينة الجزائر، والحمد لله أن مدينة الجزائر تغلبت على شارلوكان، اللي كان يقول شارلوكان ماتر دو موند، حتى أنه مدينة غلبت الإمبراطورية الإسبانية آنذاك. فهذه القوة هذه أيضا، الجهة الأخرى أنها الجزائر كان عليها أنها تنضم إلى قوة أخرى اللي هي الدولة العثمانية والإمبراطورية العثمانية الإسلامية، فكانت على لوائها. فالجزائر أصبحت إمبراطورية داخل الإمبراطورية وإيالة داخل الإيالة، لأنه في عهد البكلربايات الجزائر أو الإمبراطورية الجزائرية أو إيالة الجزائر كانت كل من الجزائر والشقيقة تونس وليبيا كلهم منضمين تحت لواء الجزائر كإيالة كبيرة داخل الإمبراطورية. جميل.